وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشؤون السياسية دكتور إسماعيل المحيشي. دكتور إسماعيل مساء الخير. بداية يعني برأيك ما هي المخرجات المرتقبة من الاجتماعات والحوارات في المغرب؟ في البداية تحية طيبة لك والإخوة المشاهدين الكرام. في تقديري إلى حد الآن ليس هناك شيء جديد. للأسف حضور السيد خالد مشري في هذا اللقاء الذي حسب ما تنقله بعض وسائل الإعلام أنه سيلتقي مع عقيلة صالح، هل السيد خالد المشري له مشروع سياسي أو له رؤية سياسية للواقع السياسي ما بعد حفتر؟ لا أتوقع أن هناك موجودة هذه خريطة الطريق. تبقى هذه اللقاءات لن تحمل شيء إيجابي للمشهد السياسي في ليبيا، باعتبار أن الأزمة في ليبيا معقدة وهناك أطراف إقليمية ودولية موجودة أصبحت طرف رئيسي في الصراع في ليبيا. للأسف في ليبيا صراع أصبح صراع دولي ونحن كليبيين ضحية لهذا الصراع. كان الأزر بالسيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة أن يمتلك رؤية أو خريطة طريق متفق عليها من قبل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في طرابلس وكذلك حكومة الوفاق. للأسف هذه الأطراف السياسية التنفيذية والتشريعية تعمل بدون خريطة طريق وبدون رؤية واقعية للمشهد السياسي الليبي، ومن تم لا أتوقع أن أي لقاء سيثمر بشيء إيجابي لأن هذه اللقاءات لا تحمل خريطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. طيب يعني أنت لست مع من يتوقع أن هذه اللقاءات ربما تفضي إلى مجلس رئاسي جديد أو ربما حكومة جديدة أيضا؟ لا أتوقع بهذه السهولة. عقيلة صالح طرف في الصراع في ليبيا وهو دعم كان داعم رئيسي للعدوان الذي حدث في طرابلس، وهو يتحمل المسؤولية القانونية والجنائية والإنسانية حول هذه تدمير البنية التحتية وتدمير ممتلكات القطاع العام والخاص وهذه الضحايا التي وهذا العدوان الذي شهده طرابلس. للأسف ما قبل أربعة بأيام كان مجلس النواب في طبرق شكل لجنة لحضور مؤتمر السلام في قدامس، وعندما بدأ هذا العدوان شاهدنا عقيلة صالح يدعم في هذا العدوان. لا أتوقع أن عقيلة صالح سيبقى في يوم وليلة رجل السلام ورجل التوافق، وعقيلة صالح رجل مستشار في المحكمة العليا وهو رجل قانوني ويتحمل المسؤولية القانونية أمام التاريخ وأمام القضاء المحلي وكذلك الأجنبي حول الانتهاكات وهذه الجرائم اللي حدث. البعض يرى في عقيلة صالح أنه هو البديل عن حفتر. صدقني هذه عملية مسكنات، لن يكون عقيلة صالح بديل لحفتر. البديل الحقيقي هو أن ترجع السلطات وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وهذه الأسهام الموجودة الآن على المشهد السياسي أن تكون بعيدة عن الواقع السياسي المقبل وأن ترجع وأن يتم التوافق حول تفعيل مشروع الدستور وننتقل إلى مرحلة من فيها نوع من الاستقرار الدستوري والقانوني. لكن في ظل وجود هذا الاختناق وهذه الأطراف التي تريد أن تكون طرف في سلطة تشريعية جديدة وتنفيذية، صدقني ما هي إلا مسكنات ولن تكون لها دور إيجابي على الواقع السياسي الليبي. يعني أنت كنت تتحدث قبل قليل بأن هؤلاء محسوبين على جهة ميليشيات حفتر وأنهم مشاركون في الجريمة على الشعب الليبي. يعني يبنى على هذا أن لقاءات وحوارات المغرب اليوم حتى لو كان لها مخرجات، أن هل سيلتزم هؤلاء بهذه بالمخرجات إن كانت؟ للأسف أي مخرجات، هو عندما نتكلم عن هذه الأسباب الموجودة الآن، هل عقيلة صالح يمثل رئيس مجلس النواب الليبي؟ بالعكس، مجلس النواب غير موجود على الخريطة السياسية. الكل يعرف أن مجلس النواب في المنطقة الشرقية له أكثر من سنتين لم يجتمع، وليس هناك نصاب حقيقي لمجلس النواب. وهناك مجلس نواب في طرابلس أكد دعمه للاتفاق السياسي والمادة رقم 16 و19، وهذا المجتمعين في طرابلس خلوا بهذه المواد حسب الاتفاق السياسي المضم في الصخيرات. إذا الإشكالية في ليبيا من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية معقدة جدا، هذه الأطراف لا تمتلك هذه الشرعية. للأسف السيد خالد مشري كان عليه أن يكون هناك رؤية موحدة من قبل المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس نواب في طرابلس وحكومة الوفاق والأطراف السياسية في غرب طرابلس بعد هزيمة قوات حفتر وبعد هذا العدوان. أي علينا أن يكون تصور جديد. إما الرجوع إلى اتفاق السياسي المبرم في الصخيرات وتعديل المجلس الرئاسي، صدقني
هذه مسكرات، ولا أتوقع أنه هناك قوة تستطيع إحداث نوع من التغير السياسي، إلا عن بحث عن آلية جديدة تنقلنا من هذه الصراع، والبحث عن آلية جديدة للبحث عن حلول حقيقية للمشهد السياسي في ليبيا. لا أتوقع أن المسكنات ستكون لها تأثيرات إيجابية، بالعكس أي مسكن سيكون له تأثيرات سلبية. علينا البحث لتفعيل مشروع الدستور الصادر من قوة منتخبة، وهو حسب ما توصلت فيه لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور، والبحث عن آلية حقيقية لتفعيل هذا الدستور. في تقديري هو الخريطة الوحيدة لإنقاذ ليبيا من هذه الصراعات المحلية والإقليمية والداخلية، ولابد أن يكون للشارع له رأي، وأن يكون هناك حراك مدني حول آلية جديدة للخروج من هذه الأزمة. لكن في ظل وجود تعديلات ما يسمى بالاتفاق السياسي المبرم للصراعات، فنستطيع القول أن الاتفاق السياسي قد أصبح جسما ميتا ولن يتم تفعيله بعد مرور أكثر من 6 سنوات. وكيف نتكلم عن اتفاق سياسي ولم يتم إنجاز حتى فقرة واحدة من هذا من هذا من هذا الاتفاق؟ إذن علينا البحث عن آلية جديدة لإنقاذ ليبيا، وأن يكون الحل حل جذري، ولا يكون الحلول هي حلول تلفقية، وأن يكون وللأسف ما تنقله بعض وسائل الإعلام أن عقيلة صالح سيكون رجل سلام أو غير ذلك. صدقني في هذه الشهادة، هذا الكلام من الشيء من المستحيل. من أجرم في حق ليبيا وقتل الليبيين ودمر ليبيا لن يكون معول لبناء الدولة الجديدة الحديثة ليبيا. كنت أتحدث عن أنه يجب علينا الآن إيجاد آلية جديدة للحل في ليبيا، هل لديك تصور عن هذه الآلية، خاصة في الوقت الذي تنعدم فيه أو ربما يعني دور المؤسسات شبه معدوم في ليبيا؟ هذا شيء من المستحيل من خلال التجربة التجربة اللي مرت فيها ليبيا، التعويل على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن. صدقني هذه الدول وهذه الأجسام كانت معول هدم في ليبيا. ما حدث الآن في ليبيا وهذه النكبة التي نعيشها نحن الآن في ليبيا، السبب الرئيسي هو المجتمع الدولي ومجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. على الليبيين أن يستفيدوا من الأخطاء السابقة، وفي تقديري ليس هناك حل وحيد إلا البحث عن آلية لتفعيل مشروع الدستور، لأن هذا المشروع قام به هيئة منتخبة من قبل الشعب، وهذا الدستور قد يكون هو المنطلق الحقيقي نحو تأسيس الدولة الليبية. وسحب البساط عن حفتر وعن الدول الداعمة لحفتر أو محور الشر العربي والإقليمي والدولي في ليبيا. صدقني في ظل هذه، في عدم وجود تفعيل أو دعم هذا المشروع، فنحن نمر بمرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية أخرى، وهذه المراحل الانتقالية لا أتوقع أن المجتمع في ليبيا والدولة الليبية ما زالت تحتمل مراحل انتقالية أخرى. لا أتوقع أن الأطراف السياسية الموجودة الآن على المشهد السياسي قادرة على إحداث نوع من التوافق السياسي بينهم في إحداث حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق. هذه الأجسام الآن أصبحت هي طرف في الصراع، وهي من دمرت ليبيا، وأصبحت ليبيا مرهونة للمجتمع الدولي والدول الكبرى، وأصبحت ليبيا الآن ساحة لتصفيات صراعات الدول الكبرى. لا مجال أمام الليبيين إلا دعم مشروع تفعيل مشروع الدستور في ليبيا، والانتقال من هذه المراحل الانتقالية إلى مراحل ما بعد الدستور. في حال غياب أي مشروع آخر، إذا نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية أخرى وصراع على السلطة وعلى الثروة، وكذلك هذا سيزيد معدل الفساد المتفشي في كل مؤسسات الدولة. وصدقني ليس هو الحل الحقيقي، الحل عن بحث عن حل حقيقي وجذري لإنقاذ ليبيا من هذا الصراع ومن هذه الأزمة التي نعيشها. والسبب الرئيسي في هذه الأزمة هو المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وكذلك الأطراف الدولية التي تدخلت بشكل سلبي، وأصبحت ليبيا أرض للصراعات الدولية بين الدول الكبرى، والليبيين هم ضحية لهذه الصراعات. إما القول أن عقيلة صالح يمتلك الرؤية أو حفتر يمتلك الرؤية للسلام، صدقني هذا كلام بعيد عن الواقع. هذين أجرموا في حق ليبيا وفي الشعب، وهم يتحملون المسؤولية القانونية والحقوقية في هذا العدوان على غرب طرابلس وعلى الكثير من الجرائم التي حدثت في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا، وهم سيكونون مسؤولين أمام القضاء المحلي وكذلك الدولي طال الزمان أو قصر.